السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المشروع اللي انا شغال فيه عايز اظهر لهم السكشن 3D والتوبوغرافي، بس لما بتظهر في التوبوغرافي بيظهر معايا بالشكل دوت، الاجزاء دي بتظهر. طيب ممكن احتاج في لقطة معينة، بس انا في العادي عايز اظهر كأن في هنا ردمة وفي ارض هنا موجودة. طيب اعمل الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة اعملها اروح افعل السكشن بوكس، السكشن بوكس اتفعل بس بيظهر حاجة معايا. طيب هعمل ايه؟ خش في الفي في اتاكد ان الانوتيشن سيكشن بوكس ظهر، المفروض ان هو ظهر بس هو مش ظهر. طيب اعمل ايه؟ طيب خلينا نيجي هنا عند الريفيل هيدن اليمنتس، يظهر لي كل حاجه في هنا بس مش ظهر. اجي هنا اقول له انا عايز اعمل انهايد للسيكشن بوكس، ولو انت عايز تظهر الليفل ليك انت تظهر الليفل من هنا، تعمل العلوم سيلكت وبتعمل انهايد، وبعد كده تمسك كده وتحرك لحدود التوبوغرافي وتبدأ تظهر معاك بالشكل دوت. مجرد بس ان هو يقطع معاها تبدأ تظهر بالشكل دوت. فانت تاخد اللقطة بالشروق بالشكل دوت، وممكن تعمل سيلكت على ده مثلا وتبدأ تقول له انا عايز ديسبليس إليمنت، تبدأ تحرك العناصر بالشكل دوت وتقول له باص، وتبدأ تظهر الشغل بتاعك عشان تطلع اللوحة بشكل جميل. لو انت عايز توضح كل جزء هيبقى متركب ازاي في المبنى.